اهلا بيك فندم. منذ قليل كان في اجتماع مع سياده الرئيس مع حضرتك، كان في مجموعه من توجيهات سياده الرئيس، مهم نعرف ايه اللي حصل في هذا الاجتماع. هو طبعا يعني سياده الرئيس مشكورا ناقش عده موضوعات. نعم. طبعا في مقدمتها الحاله الوبائيه بتاع فيروس كورونا في مصر. والاجراءات اللي بتتخذ وضمان توفير كل الادويه والمستلزمات والاجهزه، ضمان اتاحه الاماكن لاستيعاب اي حالات متزايده او محتاجه رعايه مركزه او محتاجه تدخل بالتنفس الصناعي. نعم. وكان توجيه على الاماكن، بعض الاماكن اللي فيها يعني كثافه الاستيعاب للحالات، يبقى في اماكن بديله جاهزه لاستيعاب الحالات الاكثر من كده. بحس مهم جدا ان المريض او اهله او وسائل النقل زي الاسعاف ما تجدش صعوبه في وصول المريض الى اماكن العلاج باقصى سرعه ممكن. نعم. الناحيه الثانيه توفير طبعا اللقاحات، زي ما حضرتك شايفه في لقاحات متوفره بكميات كبيره ومن مصادر متعدده. وفي ايضا نوع من التدفق لهذه اللقاحات، واحنا بنهدف ان شاء الله نتحقق هذا، يعني نصل الى 40% من السكان بنهايه هذا العام. نعم نعم. طيب هبدا مع حضرتك دكتور عوض تاج الدين بعد اذنك باجهزه التنفس اللي اطمن عليها سياده الرئيس الصناعي. هل هي متوفره؟ هل موجوده بوفره في مصر؟ ان شاء الله يا رب ما نحتاجهاش، بس دايما سياده الرئيس بيحب يطمن ويطمن الناس. طبعا متوفره عددا ومتوفره في احتياط استراتيجي كافي جدا. واماكن تقديم الخدمه موجوده في كل انحاء مصر، سواء مستشفيات الجمعية أو مستشفيات الصدر أو بعض مستشفيات العمليات، بحيث في رعايات مركزة اللي هي متخصصة في التعامل مع حالات الجهاز التنفسي، هي متوفرة جدا الحمد لله لحد الآن. وأيضا زي ما قلت لسيادتك هناك احتياط استراتيجي. نعم. ويمكن قبل هذا وبعد هذا يا أستاذة عزة، إن احنا الحمد لله عندنا الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الأجهزة. نعم. نعم. وبالتالي عندنا عناية مركزة كافية برضو، لا قدر الله لو حصل أي تطور فهي موجودة أيضا. أيوة. مظبوط. مظبوط. طيب. مع الشركة. اللقاحات يعني كل المعلومات بتقول إن احنا عندنا كم موجود؟ تفضل. أيوة فضل. عندنا كم من اللقاحات يغطي المستهدف للناس اللي المفروض تاخد الفاكسين؟ شوف حضرتك، يعني بداية احنا اللي خد الفاكسين حتى الآن احنا ادينا 33 إلى 34 مليون جرعة. نعم. منهم 23 مليون خدوا الجرعة الأولى، والباقي الفرق من 34 خدوا الجرعتين. تمام. فدول خدوا التطعيم فعلا. المتاح حاليا 72 مليون جرعه. تمام. سواء الكميه الطعوم المستورده او التي تنتج محليا. محليا. وجميع انواع اللقاحات اللي موجوده في العالم متوفره عندنا. نعم. نعم. دكتور عوض، سياده الرئيس طلب تسهيل الاجراءات لتيسير حصول المواطنين على اللقاح. مظبوط يا فندم. ممكن يبقى التيسير في سكه ايه؟ تيسير بحيث ان اللي عايز ياخد اللقاح بيروح احد مراكز اعطاء اللقاح اللي هي توصل حاليا قربت من 1390 مركز في انحاء الجمهوريه. هل هتزيد الفتره اللي جايه؟ اتعمل مراكز متنقله. واخيرا اتعمل بعض المراكز في بعض محطات المترو الكبيره. نعم. بحيث اي واحد عايز يحصل لقاح يقدر يروح ياخده حضرتك بسهوله جدا ويسرع. نعم. بدون اي معوقات ودون الحاجة للتسجيل المسبق للحصول على هذا اللقاح. دون الحاجة للتسجيل المسبق. كل المطلوب يبقى معاه الاي دي بتاعه. رقم القومي بتاعه عشان يسجل، يبقى عارفين مين اللي خد اللقاح واحنا نسجله على السيستم بعد كده. نعم.